سلام البنات، كنتمناكم تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديده، ومرحبا بكم في لاشين ديالي. هذه المره جبت لكم وصفه رائعه البنات، حيت بزاف ديال البنات كيطلبوني على الوصفات، وقلت ان شاء الله نبداهم معاكم. كنت ديجا درت فيديو ديال العنايه بالشعر والزيوت اللي كندير لشعري وحطيته في يوتيوب، وكنشكر كاع البنات اللي دعموني، وكنشكر البنات اللي قالوا في حقي كلمه زوينه. هاد الوصفه هذه البنات اولا كيف ما كنقول انا ماسك الصراحه ديال الوجه للتبييض، تبييض البشره، بحال البنات اللي كيكون عرسهم قريب ولا عندهم شي حفله ولا غاديين معروضين لشي بلاصه، يمكن ليها دير هاد الماسك هذا. الصراحه كيعطي نتيجه زوينه. المهم ما نطولش عليكم، انا غنوريكم المكونات وغنوريكم حتى طريقه الاستعمال، وكنبغيكم بزاف. المهم البنات، هادو هما المكونات. هنايا كاين حليب سخون، وهنايا النخاله راها معروفه في اي بيت مغربي. هنايا البنات غناخذ 3 معالق كبار ديال الحليب وجوج معالق كبار ديال النخاله، وغنديرهم في هاد الزليفه هادي، وغنوريكم كيفاش طريقه الاستعمال. بقاو معايا. كتشوفوا من بعد ما جمعت المكونات غنخلي 20 دقيقه باش نحصل على ماسك، وديك الساعه غنديرو في وجهي وغنوريكم كيف البنات. كيف ما كتشوفوا من بعد ما داز 20 دقيقه البشره ديالي راها نقيه، ما فيها حتى شي حاجه. غسلتها بالماء والصابون باش نحط الماسك على بشره تكون نقيه. المهم بقاو معايا انا غنوريكم كيفاش. المهم هي راها ما كت كم كيف ما كتشوفوا، هي راه ما كتبقاش في الوجه لاصقه. من بعد ما نشف ليا الماسك غنمشي نغسل وجهي بالماء دافي كيف ما قلت لكم، حتى الماء بارد باش يتسدوا لي المسام، ومن بعد غنجي ندير ترطيب الوجه ديالي. وبقاو معايا. ها انا رجعت معكم البنات. من بعد غسلت وجهي البنات كيف ما كتشوفوا، عطيتي خلي البشره الصراحه واعره بزاف ورطبه، وصراحه كتشوفوها نتوما كتعطي ديك البيوضه في الوجه. المهم البنات دابا غندير الواقي الشمس ديالي. كندير هذا دي صراحه ديال بيافين، انا لاقليا في وجهي بزاف وحتى هو راه كيبيض الوجه. المهم غنديرو واخا كنكون في الدار كنديرو، هو شي حاجه ضروريه. درتي شي وصفه، درتي شي كريم ولا شي حاجه ضروري خصك ديري واقي شمسي واخا تبقاي في الدار. المهم ما نطولش عليكم، بقاو معايا انا غنديرو. الاخر ديال الفيديو كنتمنى يعجبكم، وكنتمنى تقولوا لي الراي ديالكم واش جربتوه ولا لا، وان شاء الله باقيين فيديوهات جايين وباقيين وصفات زوينين الصراحه. المهم ما نطولش عليكم، كنبغيكم بزاف، وخلوا لي كومونتير زوينين بحالكم.